GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل هنشوف بقى الخواص بتاعت البون او البونز داخل الفريمات وداخل الارز. انا عايز افتح مثلا اي واحدة من دول. هدي بتاعت ايه؟ مش مشكلة، دي عايز اخفيها خالص. مثلا خلينا حاجة سيمبل زي هنا، مثلا البن. تعال بقى لما تختار البن نفسها، اختار كده البن نفسها، هتبص تلاقيها لونها اتغير بالشكل ده. خد بالك ان البون دايما بتبقى بلون الاوتلاين بتاع اللير. يعني شوف هنا، ساعات تلاقيها خضراء، ساعات تلاقيها حمراء، ساعات تلاقيها لوحدها كده رصاصي، بتاخد نفس الاوتلاين بتاع اللون ده بتاع اللير. تمام. لما تيجي تضغط عليها ضغطة، تبص تلاقي هنا كده ايه كتب لك ايه اي كي بون، وبدأ يحط لك الخواص بتاعت البونز. هي حاجات بسيطة جدا. اول حاجة طبعا انت عندك بون واحدة، فهنا المفروض لو كان عندك كذا بون بتعمل سيليكشن بينهم، بتروح بينهم هنا وهنا. تمام. خلينا في البادي، بص عليه بصة من جوه عشان ده فيه كذا بون. اضغط ضغط هنا اهو، ده نظام البونز. اضغط ضغط على البون نفسها هيظهر لك طبعا زي ما احنا قلنا. طبعا هنا اتاكتيف ده اهي، شوف هنا لما اجي شاورت على السهم ده بيقول لك تشايلد. تمام. يبقى تشايلد هنا اهو، يختار لك التشايلد. يبقى ده بس انه بيختار لك العظم عن طريق الاسهم بالطريقه دي. وطبعا هنا اسم العظمه نفسها ايه، طبعا انت بتسمي الاسماء زي ما انت عايز. يعني مثلا هنا ممكن اقول شولدرز، شولدر بون. تمام. وزي ما انت عايز بقى عيش بقى، انت زي ما انت عايز تسمي بقى، ام حنفي، ام سحلول، اي حاجه. الاكس بوزيشن هي فين في الستيج؟ في المحور الاكس الرأسي والمحور الافقي اللي هو الواي. اللينس بيقول لك طولها قد ايه. تعال نغير كده، بص تلاقي اللينس اتغير اهو، ده اللينس. تمام. بالبكسل طبعا، او بيديك طبعا بمساحه الستيج بتاعتك، كنت من بالبكسل او بالسنتيمتر او باي وحده بيقيسها لك طبعا بالبكسل. هنا سبيد، سبيد ده بيقول لك ايه يا سيدي؟ تعالى كده امسك، لما جيت مثلا علمت على البن، تعالى امسك بقى اخر عظمه كده قفل لك الحته دي خالص. يعني لو انت عايز تعمل موديفاي لاي حركه او تعدل حركاتك بالشكل ده، بيروح قافل لك العظمه دي وبيظهر لك عليها علامه اكس بالشكل اللي انت شايفه ده. اقطع الضغطه، اضغط هنا على الاكس، شيل بقى البن. طبعا السبيد 100%، ممكن تخليها 0% خالص، هي بس يعني افكت مش ملاحظ قوي على المفصل نفسه. اضغط على دي وبعدين على الاكس، وبعدين افتح دي خالص. الجوينت روتيشن دي لو انت عامل لف العظمه، اللفه او العظمه لما تيجي تلف هتعمل ايه؟ بيقول لك هنا في حاجه اسمها كونسترين. كونسترين ده تحديد. تحديد ايه؟ تحديد بدايتك ونهايتك فين. طيب تعالى يا سيدي علمني هنا كده، وقول له دي لا خلي دي مثلا، او المفصل عشان تبقى باينه قوي، خلي السبيد صفر وشيل بقى البين ده، وحط لي مثلا قول له كونسترين على الجوينت روتيشن، وتعالى لف كده.
ما تلاقيه ما بيلفش الناحية التانية، يعني على هنا تلاقيه مش قادر يلف عكس عكس المفصل نفسه من العظمة دي. يعني العظمة دي أنا بحاول ألفها متلفش كتير، بس لو مسكتها تحت ممكن تلف مني. لو انت ملاحظ مثلا في هنا، بص انا عايز بقى ايه، ايوه اوريها لك، هي دي بالظبط. يعني شفت انت الافكت ده، شفت الربع قوس ده، بيقول لك الحته دي مقفوله، يعني يعني ما يقدرش يلف يخش على الكتف، يعني الدراع ده، الدراع ده ما يقدرش يخش جوه الكتف، هو قفل لك الزاويه دي. وده شوية يعني دي حلوة قوي عشان برضو المفاصل، تقدر انت بقى توسع له الزاوية زي ما انت عايز، ممكن الزاوية تبقى كبيرة شوية كده عشان ما يجيش ناحية الجسم خالص. شايف اهو بعيد، تعالي دي كونسترين تاني برضو. في الفرق هنا الاتنين قفلوا، قفلوا على بعض عشان ما يعملش تشوه في الحركة نفسها. نفس الحكاية تعمله ممكن كونسترين هنا. ليه انا عامل بن؟ عايزين نشيل البن ده خالص. كونسترين ماشي ممكن كده، وبعدين تبدأ بقى تختار كل عظمة تبدأ تعمل لها بقى الكونسترين بتاعها والكلام ده. طيب في كمان ترانسليشن، ترانسليشن ده أو ترانسليشن ده بتروح لو جيت عملت انيبل بيعمل لك خط كده بالشكل ده. طب تعالى لما نيجي نحرك هيبان. بص هنا بقت عاملة ازاي، بقت عاملة يعني مطاطي، نظام الساعد المطاطي. طبعا دي مش مستحبة خالص، هي بس بتتعمل في شوية حاجات بسيطة، يعني ممكن واحد بيمد ايده كرتوني كرتونش، يعني بيمد ايده بيعملها، يعني بيروح هنا هنا، ممكن تعملها بقى ايه كده كنترول زد. مش عايزين انيبل، عايزين كونسترين بس. فهمت ازاي؟ لما بتيجي تضغط على كونسترين بيفعلها لك على طول بالطريقة دي. جميل. وانت بقى تبدأ تشوف بقى انت عايز ايه بالظبط، المينيمم والماكسيمم. بصراحة انا يعني انا مش شايف ليها اي اهمية خالص، يعني انا بشتغلش بيها نهائيا، بس حبيت اوريها لك. في الواي ترانزليشن ده برضو الناحية التانية، ده الاكس ده الواي، وجيت نفس الحكاية نفس الحكاية. تمام. دي بقى لما نيجي نعمل سبرينج، ايه السبرينج ده؟ تعالى مثلا على العظمة دي، وبعدين العظمة دي فين؟ اهو هنا. لو جيت ضغطت على الفريم ده اللي في اللي هي اللي في الاخضر فريم، لا او على الكي فريم ده، هيبص يقول لك ايه، في شوية حاجات اي كي امتر. اي كي امتر ده اللير اللي بتحول لك اخضر بالشكل ده، بيسميها لك امتر اوتوماتيك اهي. احنا بقى اللي سميناها المره اللي فاتت بالطريقه دي، وده ودي العلامه بتاعتها، لو واحد بيجري بالشكل ده يعني في عضم. لو جيت ضغطت على الكي فريم بلاقي فيه شويه حاجات، تعال نشوف ايه دي وايه دي وايه دي. طبعا دي شويه افكتات، فاكر
فاكر الموشن توين، نفس الافكتات اهي تقريبا، مش كلها بس تقريبا يعني، بتنزل عليها وبتحدد له ده طبعا الايز او التاثير، وبتحدد له السترينج بتاعه او القوه بتاعته. ده طبعا هنا في اختيارين. الاختيار ده لما تيجي تعمل على الفلاش بلاير تيست يعني كنترول انتر، ما تقدرش تمسك الدراع، انما الران تايم ده كده ممكن تمسك الدراع من بره. اعمل كده وامسك كده، ابص لاقي الدراع اتمسك بالشكل ده، شكله لذيذ. ده بيستخدم قوي في الجيمز او الابليكيشنز البسيطة اللي تبدأ تعمل بيها اي حركة بسيطة داخل الابليكيشن بتاعك او اللعبة بتاعتك يعني. طبعا نفس الحكاية لو انت طبقت على كله هتلاقي الجسم كله بيتحرك بالشكل ده. عندك الستايل بتاع او شكل العظم، عندك 3 حاجات. عندك الواير بالشكل ده زي برامج 3D بالظبط نفس الشكل، عندك السوليد، عندك اللاين ده زي نظام الاعصاب، بوريك العصب نفسه، وبعدين مفيش اي حاجه خالص، ما بوريكش اي حاجه، خلينا في السوليد. وعندك هنا السبرينج. ايه السبرينج ده؟ السبرينج ده بيقول لك ده الايفكت اللي في الايزيس فين، في الموشن توين، لان ده زي الموشن توين بالظبط، بيعمل نفس حركه او نفس خواص الموشن توين، فبيديك السبرينج، فعله خليه اوكي، وبعدين روح على امسك العظمه كده، وبعدين اديله 100 تمام. بس هو هيتفعل لما يكون في اي حركه. تعالى نعمل حركه بسيطه، الايد مكانها هنا، وبعدين في اللاين 30 هيتطلع مكانها فوق كده بالشكل ده، وتروح عاملة كده، عمل لي كي فريم بالشكل ده، يبقى حاجة بسيطة كده. تعالى بقى نشوف ايه موضوع الايز او السبرينج. نضغط ضغطة هنا، وبعدين انا كنت مفعل هناك لما ضغطت على دي السبرينجز، يعني على كل كي فريم هيظهر لك الكلام ده كله. فعلنا السبرينجز ورحنا على العظمة نفسها، وبعدين قلت له ان السبرينجز ده قوته 100. تضغط بره هنا عشان يتأكتف بره هنا في اي حتة، وبعدين هتبص تلاقي في حركة كده، ايه هزة كده انت ما عملتهاش، هو يعني بيكهرب اهو. الهزة دي هي السبرينجز، ممكن تنفع قوي في بندول الساعة او اي حاجة زي ما اتعلمنا قبل كده في الموشن توين، نفس الطريقة بالظبط. ده كان بالنسبة للسبرينجز. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ممكن هنا الريموف اماتر تشيل بقى كل الحكاية دي كلها. ممكن بتغير اسم الاماتر هنا، خلينا بقى اعتقد ان انا كده شرحت كل حاجة عن نظام البونز. في تقريبا حاجة برضو مهمة، لو ضغطت على العظم ده دبل كليك، وبعدين جيت قلت له كليك يمين، تعمله بقى الرينج، بتعمل له مش هنبات برضو، بس في حاجة هنا اسمها convert to symbol. السيمبل ده بيحوله لك كل الحركة دي ليه سيمبل. طب تعال نجرب كده، طبعا بيحاول لك يا موفي كليب يا اما جرافيكس، فهنختار مثلا جرافيكس ونقول له ارم اوكي. يبقى هنا عمله لك ايه، تعال جوه كده عملنا نيو لير، نقفل كله ونفتحها ونجيب السيمبل اللي هو عمله لي ده اسمه ارم، يبقى هو كده بالشكل ده. ما خدناهوش برضو كله، تعالى نرجع.
حدد كده على الحركة كلها دبل كليك، وبعدين نروح هيختار لك طبعا الحركة اللير كلها والحركة اللي فيها. جميل. وبعدين روح دبل كليك كده، روح على البونز، كليك يمين تقول له convert to symbol، وتقول له والله دي الارم بتاعتي ارم انيميشن، ومن نوع الجرافيك او من نوع اللي انت عايزه بقى. فانا هختار الجرافيك عشان ممكن تستخدمه الناحية التانية اوتوماتيك زي ما اتعلمنا قبل كده. اوكي، تعال هنا ونشوف. حفظ لي اهو الارم انيميشن، وحفظه لي طبعا كموفي كليب او اقصد كجرافيك داخل اوبجكت واحد، وممكن تستخدمه بقى عديد من المرات زي ما انت عايز. اهو دبل كليك تخش جواه، حافظ لك كل حاجة جواه بالبونز بالحركة بكل حاجة. ممكن تاخد الموفي كليب ده او الجرافيك سيمبل ده وتركبه الناحية التانية، ما عندكش مشكلة. تعال نركبه. اعتقد ان انا ما خدتش الدراع، الكتف. روح هنا وروح جاي. واخده الكتف ده خلاص مش عايزه، واروح جاي من فوق من قائمة موديفاي ترانسفورم فليب هيروزنتال العكس، واخد المقاسات بتاعتي. تمام، ده في سوا ده تقريبا. تعال بقى نعمل بلاي. يبقى عندك انت نقلت الحركة من موفي واحد تمام كذا موفي بقى كده. ده ممكن تعمل له لوب، وابدأ لي من الفرام 15 بالشكل ده، تقول له بلاي، او يبدأ لي من الفريم 1 عادي زي زميله، مفيش عنده عندك مشكلة خالص. تمام، يبقى دي حاجة برضو. ممكن كمان تختار الحركة دي كلها وتعملها convert to frame by frame animation، ضغطة بيحول لك كل ده frame by frame animation. طبعا بيشيل لك العظم بقى وبيشيل لك كل حاجة، بيروح جايبها لك ايه كأنك فريم باي فريم، كأنك راسم واحد واحد بكل حاجة او فريم فريم يعني. ارجع تاني، اسيبك بقى تطبق وتبعت لي التطبيق بتاعك، وانا موجود ان شاء الله على gfxacademy.net. كان معاك استاذ وليد المعداوي من gfxacademy.net. سلام عليكم.